نقول لك اخويا السلام عليكم. واش نقول لك اخويا، بنادم ولات تسمع دابا الظاهره هذه من دات كورونا، ولات تسمع الظاهره هذا قتل هذا، هذا قتل الذبح هذا، هذا انتحر هذا انتحر، بان الشعب مقهور والشعب ما خدامش. والسيد عنده التريبورتور، هو التريبورتور اللي بغيتي تشوفو، وعنده وليد صغير وكاري، وخلى مرته مسكينه تمشات عند والديها ومات عند خوتها، جات حلات الباب لقاتو انا لله وانا اليه راجعون، فهمتيني؟ وبان هاد الناس هادو خاصهم يديروا معنا شي حل، فهمتيني؟ في هاد الدوله وهاد الانتخابات قربوا، تنقول لهم انا بعدانك بلا ما يجي يدقوا علينا، الله يرحم لكم الوالدين، بان ما دايرين معنا والو، ما مخدميننا، ما مديرين لنا معنا والو، حتى القرايه، حتى من القرايه ولادنا الصغار ما بداو يقراو ما والو، ضربنا لهم الطوطال العام كامل قارين خمس شهور، خمس شهور وما كاملاش، اربع شهور ما كاملاش، ولات ما كاين لا قرايه ما كاين لا خدمه لا والو، بصفة الناس هادو، السبيطار قريب، 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 السبيطار قريب، اسمع خويا السبيطار قريب، ولا مشات من غير حاجه وحده، لما كنت دير شي مونتيف يدير معاك الحل، خاصك تكون حباس باش شي مونتيف يشوف، اما تكون ود الناس بحالنا حنا وتمشي عندهم تقول لهم باغي نديرها ها ولا ها، ما يعقلوش عليك، سير خلص الباب ولا ما عندكش الراميد تلاح، بان انتم ماشي مغاربه، وعاد ضرب فقارة، بان ضرب فقارة هذه، بان ضرب فقارة هذه، بان بهاد العام ضرب فقارة، ضرب فقارة، خرجوا منا ممتنين، خرجوا منا الناس واعرين، الناس بزاف، امتى؟ ملي كان حسن الثاني، وقت حسن الثاني، وقت الناس، الناس اللي كانت تقرا، اما دابا ما حلوا لنا دور السيد اخويا اللي كنعرفوا عليه، والله الا دري زعما سيد مجوز وعنده وليد، وكيبان لنا اخويا حنا هذا الجار هذا الله يعمرها دار، وما عمرنا سمعنا سمعنا صوته، وخويا انا كنعرف على هذا السيد ما تيبانش الا بغى يخرج، ومسكين نقدر نقول له هذا الشيء اللي دار ليه هو المسؤوليه، والسيد مسكين ما خدام ما والو، ومع كورونا مسكين لقى مريح، هذا نقدر نقولوا القهره اللي قتلاته وهاد الازمه هذه اللي هذا، والسيد مسكين راه الله يرحمه الله يغفر ليه في هذا النهار. العمل ديالو اخويا عنده تريبورتور، كيس ديال اخويا كيس البضائع، عنده اخويا تريبورتور واخو على على قد الحال صراحه، وكيبان لي انا هذا السيد ما عرفناش اخويا السبب باش مات، والله يغفر ليه في هذا النهار هذا والله يرحمه. السن ديالو تقريبا السن ديالو اخويا ما بين 50 54 56 شي 56 عام بحال هكا، عنده مشاكل مع الانسان. مرحبا اخويا جارنا الله يرحمه كان درويش، كان من اطيب خلق الله، باب سادو عليه، ما كتشوفوا له حتى ما مرتاح، الحمد لله ما يرحموا الفريات شي اللي كنقولوا، الله يتحوشوا، الله يرحموا الفريات شي اللي كنقولوا، الله يتحوشوا. ساعة ما عرفناش اخويا، جات مرتو القادمين الله يرحمها. شكرا. مع الصباح. مع العادي مولدي الله خرج من الحبس، قال لي لازم عفر على سلام سولدك، عرفتي مع الصباح اليوم صدقتنا حنايا، ملي جات مرتو لقاتو على الباب. راسو فهمتيني، ما فهمنا وحنا والو، طاحنا نكذبوا، وتكون عنده الشر بعين ياك، تكونش عنده الشر بعين، ويلا بدا نتزوج وعنده وليد صغير، الوقت اخويا ما فهمنا والو، ودرويش زعما ما شو البارحة شتا لقيت معاه، الباب على الباب، زعما ماشي زعما شي واحد شوفاج ولا سمع شي واحد تقرقاب ولا شي حاجة، ما تيدير حتى حاجة، موطور ديال الشينوا، شتيها موطور ديال الشينوا، زعما من الخدمة، على الخدمة هاد الأيامات كانت ناقصة، أش غنقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يرحمه السيد. حنا سمعنا هاد الخبر هادي اللي عليه، هو السلوك ديالو ما كيعمرش في الدم، ما معروفش بزاف. اللي بغيت نقول الله يرحمه والله يصبر العائلة ديالو، هادشي اللي بغيت نقول، ما نقدرش نقول لك اخويا شنو السبب، هو انسان متواضع، انسان ما معروفش، انسان اللي بغيت نقول لك انسان ما معروفش، انا مني وصف، شوف انا مني وصفوا لي ومني دار عاد عرفته، عنده وليد صغير، الله يرحمه، اللي بغيت نقول لك الله يرحمه، الله يصبر العائلة ديالو، والله يجعل في ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.